وليد الناس وعناها وليد الناس وعناها وايش نابعناها وايش نابعناها وايش نابعناها وايش نابعناها. باسمي وباسم جميع الحرفيين اللي كاين الضو بمدة عام وهما بدون عمل بدون قوس يومي وما كاينش شي اذن صاغيه اللي تسمع لهاد الناس. كما كتشوفوا جميعا هاد الناس يوم خرجوا ماشي هاد الوقفه، لكن وقفات متتاليه ان شاء الله. ريتما لقاو واحد اذن صاغيه اللي تلقى حل هاد الملف ديال ممول الحفلات. اذا كنت الحكومه بصفه عامه حكومه فاشله وما عندكش حل لهاد المهنيين، حطي هادوك السويدة خلي شي مسؤولين يقوموا بها. انت سيدي من العثماني الا كتيدو مستوى راه نخدو السربايه معدنا، يقدر ياخذ الحكومه اللي ما قدرتيش عليها انت بمستوى الدراسي ديالو. حاشا ويلات كنت رئيس حكومه وانت ذو المستوى، انت لا علاقه لك بالحكومه السي العثماني. وكنقول لك السي العثماني وكنحشم ما تكونش واحد الالتفات لهاد الانحرافيين كاملين واقفين اليوم. كاين اللي مخلي الابناء ديالها مخليهم بالجوع، كاين اللي ما عندهاش باش تركب وجهه حضرات اليوم هاد الوقفه هادي. وكون على يقين هاد الوقفه ماشي هي الاولى، هادي بدايه الوقفات ان شاء الله بحول الله. كاين التريتورا اللي داروا فايت، كاين القاعات اللي سدوا بصفه نهائيه، كاين الاجواج اللي طلقوا، كاين الانسان اللي تشد في الحبس بالشيكات ديالو وعدم الالتزامات ديالو بالشيكات ديالو. شنو هو السبب؟ راه هو التوقف للعمل ديالو، راه ما يمكنش على الانسان يشدو ومعاه باش ياكل. كاين الانسان اللي ما لاقي ما يوكل ولادو. باش نعاود في التكرير، هاد الحكومه راه حكومه فاشله بدون استثناء. حنا ماشي مشينا لحزب العداله 300، جميع الاحزاب اللي في هذه الحكومه حكومه فاشله. يحطوا هذوك السويرتات ويخليوا الناس يقدموا الشغل ديالهم. هذا ميساج ليكم، عندكم شويه النفس وعندكم شويه الرجوله في الدم ديالكم، حطوا هذوك السويرتات سيروا بحالاتكم. ولكن راه ساعتكم قربات، كونوا على يقين ساعتكم قربوا. كيتحمس وليد الكلام ديالي، لقات بقى عندنا باش نخافوا، ما بقى عندنا ما نخسروا. قال لي كلام كلو ربعناه، بقاو لنا شي تقيت قطعنا عايشين بهم. الله ياخذ فيك الحق العثماني. هذا عيب هذا عار والقطاع في خطر، هذا عيب هذا عار والقطاع في خطر. المسؤول سير بحالك والمسؤول سير بحالك، والمنصب ماشي ديالك والمنصب ماشي ديالك، والمسؤول سير بحالك والمسؤول سير بحالك. جيت كنوقف وقفه احتجاجيه مع الاخوان ديال نفس القطاع، واحد الفئه اللي ضرات وضرات بالنسبه لهذه الجائحه. هي الجائحه ضرت العالم كامل، ولكن ما نساوش حنا راه اكبر قطاع متضرر في هذه الجائحه، لان كل شيء تعطاته حلول الا حنايا. دابا تقريبا اليوم 16 عام واقف دابا باش تحبس هذا القطاع. نهار 16 في شهر 3/2020 بالضبط كان وقف ديال اول حفل، ودابا حنا 16 في شهر 3/2021 عام بالضبط ما لقيتو حتى شي حل لهذا القطاع. جميع القطاعات تقات لها حلول ان حنايا، حنا ماشي عشوائيين، حنا واحد القطاع اللي هاز بزاف، حنا واحد القطاع اللي هازين اسر، حنا واحد القطاع اللي هاز بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الضغوطات. حنا واحد القطاع اللي منه كنخلصوا الكرا، كنخلصوا الماء، كنخلصوا الضو، كنخلصوا الصحه، كنخلصوا اي حاجه. فلا يعقل بانكم تحبسونا على الخدمه وجميع القطاعات تلقاو لها حلول الا هذا القطاع. حنا ما عمرنا ما كنا مهمشين، انت جيتوا انتم وهمشتونا او لا بغيتوا تهمشونا. حنا كل واحد قاد راسه وقاد براسه، اما تنتظروا منا حنايا غادي نديروا حل؟ حنا راه يا الساحل باننا غادي نديروا حل. الحل خاصها تجي من عندكم انتم الحكومه، والكلام ديالي كنوجه للحكومه بصفه عامه. الله يجازيكم بخير، كديروا واحد الجلسات مع بعضكم في البرلمان، فحبذا لو تشوفوا هذا القطاع بواحد العين ديال عين تكون زوينه، عين شوفوا فينا بعويناتكم باش بلسانكم. الله يجازيكم بخير، لان اللسان بزاف كيهضر. حنا دابا التواجد ديالنا في هذا المنظر، يعني تقريبا حنا سنه كملنا اليوم 16 مارس، يعني كملنا سنه لا خدمه لا ردمه. انت كتشوف ما عندنا حتى شي حرفه، هذا القطاع ديالنا هو اللي كنترزقوا فيه الله. وكنتمناو من رئيس الحكومه والاعضاء ديالو زعما يشوفوا من حالنا، وان شاء الله يكون الخير والله يدير شي تاويل ديال الخير.